to know the steps for morning prayer. Morning prayer is two rakats. So you say, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes. وَجَّهْتُ وَجْهِ الَّذِي You say one of the dua. Either سُبْحَانَكَ اللَّهُ بِحَمْدِكَ or وَجَّهْتُ وَجْهِ الَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ الْأَرْضِ حَنِيفًا وَأَنَا مُشْرِكِينَ Then you read Al-Fatiha. Alhamdulillah. Don't move. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد yes الله أكبر الله أكبر bow in position you say سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم then سمع الله لمن حمده and then الله أكبر go down الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أذن الله أكبر أب الله أكبر yes الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين One of the students doing the prayer, morning prayer. قل أعوذ برب الناس, okay? قل أعوذ برب الناس, مالك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده خلاص الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر Paano ko yung to? Pakikilam mo to di. Nasira to. Sabay stop nito eh. Ito yung hirap eh. Arabic eh.